ثاني وثالث ورابع جمال العيد، ما هو ما بيسكتش، بيعمل ايه؟ بيقول ايه؟ عامل تغريده بيقول فيها ايه؟ اللي مش عاجبه 25 يناير يشرب من البحر الميت. اهو ستقرع راحتكم راحتكم بيتا بيتا، تثقلكم في اليقظه والكابوس، تذكركم بمساء 28 يناير والكلام لكل افراد العصابه. بس المشكله في حاجه غريبه جدا، يعني كل اللي شاف الدوت 9 كومنت، 21 شير، و281 واحد شغال عنده في المكتب يمكن بيقبضه. انا ما اعرفش مين جمال عيد، مين جمال عيد اللي بيتكلم 25 يناير؟ ما 25 يناير اللي افرزت عصارات فاسده في المجتمع، افرازات صدديه ظهرت في 25 يناير. مش كل الناس طبعا، التعميم خطر، ما بعممش، انا بقول 25 يناير وما تلاها افرز افرازات مميته سامه، افرازات مجتمعيه سامه، كان منهم في تقديري جمال عيد نفسه افراز من افرازات 25 يناير. مش هو عجباه 25 يناير؟ هو احد افرازات، ظهروا على الساحه وظهروا على السطح، هو وغيره 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 وغيره، شغالين والمكسب حلو، فلوس كتير. يا ابراهيم، هو جمال عيد بعت لكم تفريده الفلوس بتاعته؟ قال لكم الفلوس منين؟ في حد بلغكم؟ ما انا عايز اعرف والله، لو كده عشان ننشرها ونعتذر، انا نفسي اعتذر والله، والله اسيب الحلقه وامشي. والله لو جمال عيد بعت لكم قال لكم انا الفلوس اللي عندي ال 25 مليون برر هم جابهم منين؟ انا ما بتكلمش، هو انا بطلب المستحيل. هي مش حسابات، ده مكتب. مكتب بيعمل ايه؟ بيعمل تقارير. انا اخر تقرير شايفه من كام يوم، والله حد بالصدفة شفته يعني على النت يمكن او حاجة، هو المؤسسة بتاعته، وجايب بالكلمة فلان نشأة الديهي قال يوم كذا كذا كذا، ومكتوبة بالانجليزي وبالعربي، ومش عارف مين احمد موسى قال كذا، ومش عارف وائل ابراشي قال كذا، وعمرو عبد الحميد، جايب كل تقرير، تقرير رصد رائع جدا. انا عايز اكلم مجلس اعلى الاعلام يعتمد على التقرير ده، دقيق جدا ومصروف في فلوس. وبعد الكلام ده بقى وعامل بقى شغل وصور وحاجات وكلام من كده، بتبعتها لمين؟ تبعتها لمين؟ بيبعتها للناس اللي بيدفعوا فلوس. وانا بقول لك يا عم حلال عليك الفلوس اللي عندك، بس لو سمحت برر، قول منين؟ عشان نعتذر لك. نعتذر لك. انا ما قلتلكش تطلع معايا، انا بتحداك تقول فلوسك منين؟ ما بتحداكش تطلع معايا، لانه انا اصلا لا يشرفني ان اطلع واحد زي حضرتك من افرازات 25 يناير معايا.